إن الأشعريين إذا أرملوا، إيش يعني أرملوا؟ نعم، فني زادهم، فني زادهم. طيب كيف بدنا نعرف إنه فني زادهم؟ شو الجواب؟ كيف سوف تعرف أنه فني زادهم؟ طب أو قل طعامهم، كيف بدنا نعرف أو قل طعامهم؟ نعم، في ترابط وفي مخالطة مع بعض. أنت ليش ما بتعرف جارك نام جعان أو عطشان أو شبعان؟ سبب؟ ما في مخالطة. أصبح سكن المدينة مثل النظام الغربي في العمارة الواحدة، لا يعرف اسم جاره ولم يزوره ولو مرة في حياته، وإذا لقاه صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. وهي سوف نعطي عنها درسا نحذر من هذه العبارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، في ترابط بين الأشعريين، فمباشرة قل طعامهم فليزادهم، في ترابط. طب شو بلجأوا الآن؟ ماذا يفعلون؟ قال جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل يساهم بما عنده، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. هذا يا جماعة ماذا يسمى في هذا الزمان؟ ماذا يسمى بهذا الزمان؟ عبارة يرددونها تنظيرا، ونحن والمسلمون، ونحن المسلمون والحمد لله طبقناها سابقا. ماذا يسمونها؟ التكافل. التكافل الاجتماعي. يا عمي تكافل ايه يا حبيبي؟ التكافل والحمد لله موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حث عليه الإسلام ودعا إليه. فهذه التسميات التنظيرية التي ترددونها ولا تطبقونها، الحمد لله طبقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك بعد فهذا بسببنا نحن، نحن المسلمون المقصرون في هذا الزمان. أما في أصل الدين وفي أصل زمن الصحابة فالتكافل بينهم موجود رضي الله عنهم، وهذا من أكبر الأمثلة عن الأشعريين. فماذا مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهم مني وأنا منهم، فهذا الفعل جعلهم يلتصقون بالنبي صلى الله عليه وسلم قربة ومحبة وسلوكا ونسبة. فإذا أردت أن تلصق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحب من النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك إلا أن تتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جل في علاه. طيب على كل حال، أين الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ أين الشاهد؟ عوض. نعم، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية.